أفادت مصادر مطلعة أن الجزائر كلفت أخيراً تحت ضغط المملكة العربية السعودية والمنظمة العالمية للطيران المدني العملاقة العالمية في الأمن الرقمي جيمالتو بإصدار الجوازات البيومترية الوطنية الجديدة. ويذكر أن هذه الشركة المتعددة الجنسيات تعتمد شريحة إي ترافال التي تنتجها شركة تكساس باسيفيك جروب الأمريكية المساهمة في جيمالتو، وهي شريحة يكاد يستحيل اختراقها أو تزويرها على خلاف للجوازات الحالية الفرنسية الصنع، ما يعني أن الأمريكان ستكون لهم سيطرة كلية على بيانات الجزائريين الخاصة، وهو أمر خطير وجد لافت. وبالنظر إلى القضايا الأخيرة التي فضحت تجسس النظام الأمريكي على جل سكان المعمورة وتحكمه في حياة كل آدمي يمشي على الكرة الأرضية تقريباً وفي أخص خصوصياته، فإن المراقبين يرون بأنه من الضروري أن تؤطر السلطات الجزائرية تعاملها مع جيمالتو بشروط تحمي المواطن، وأن تتعاون مع طرف محلي جزائري يبقي هذه المعلومات الحساسة والخاصة بين يديه، وهما بالآخر يدان جزائريتان ولا يتصرف فيها طرف أجنبي مهما كان. صرح وزير الشؤون الخارجية رمضان العمامرة خلال اجتماع لجنة التنسيق المختلطة لبلدان حركة عدم الانحياز ومجموعة 77+ الصين أن الأزمة المالية الدولية أبرزت هشاشة المنظومتين الاقتصادية والمالية العالميتين وضرورة إصلاحهما بصفة شاملة وشفافة ومتضامنة وديمقراطية، مع الأخذ في الحسبان أصوات ومساهمات جميع البلدان على حد قوله. وأضاف بأنه لا يمكن وضعهما إلا في إطار تصور شامل ومتفق عليه يتضمن إجراءات ملموسة في مجال المساعدة على التنمية، وذكر الإجراءات المتعلقة بتخفيف الديون وولوج الأسواق والتشغيل والبيئة والتحويل التكنولوجي. وبهذا الصدد ذكر العمامرة بمبادرة الجزائر في 2010 بمسح ديون 14 بلدا إفريقيا قيمتها 902 مليون دولار من بين ديون أخرى، وهو الإجراء الذي أثار حفيظة أحزاب المعارضة، إذ تم دون استشارة الشعب عبر نوابه في المجلس الشعبي الوطني على اعتبار أن الأموال أمواله. بل وفيه من اعتبر ذلك نوعا من شراء ذمم دولية وسياسة بريستيج على غرار ما كان يفعل القذافي مع قادة دول إفريقية لاستمالتها عند الحاجة، وذكروا بأن تلك الأموال إضافة إلى تبديدها دون استشارة المعنيين أو ممثليهم الشرعيين وتصرف فيها وكأنها من مال السلطة المحض، كان يجب توظيفها لخدمة الشعب الجزائري الذي يعاني شظف العيش والبطالة وغيرها من أساسيات الحياة. ووصف العمامرة هذه المبادرة على أنها تندرج في إطار الأعمال التضامنية العاجلة والتقليدية للجزائر تجاه هذه البلدان، ملبساً الجزائر مرة أخرى زي سوبرمان البلدان الفقيرة، في حين ليس الشعب الجزائري بأحسن حال من كثير من هذه الشعوب، ومن بين مواطنيه من ينتظر راتبه منذ 24 شهراً أحياناً كأبسط مثال. عرض عبد الملك سلال أمس الفاتح يونيو خطة عمل الحكومة بين أيدي نواب المجلس الشعبي الوطني وعلى رأسها ملف استغلال الغاز الصخري، معلنا بأنه أمر لا رجعة فيه على أساس أن موارد الجزائر من المحروقات ستنفد من هنا إلى 30 و2000، ومتسائلا عن كيف ستواجه الجزائر حينئذ حاجيات أبنائها وأحفادها إن لم تستغل الغاز الصخري، بما يناقض تفاؤل النظام السابق بخصوص احتياطاتنا الكافية جدا في المحروقات، ويزيف أقوال سلال بأن استغلال الغاز الصخري إذا كان فلن يكون قبل 2040، بل ويدل على أن الحكومة رضخت لحاجيات الغربيين الآنية في مواجهة الأزمة الأوكرانية. هذا التصريح الأخير من سلال جعل المراقبين يربطون بينه وبين ما أعلنه بوتفليقة قبل أيام عن السماح باستخراج الغاز الصخري رغم ما يحيط به من مخاوف بسبب المخاطر الناجمة عن استخراجه من تلويث البيئة والمياه الجوفية، بالإضافة إلى غلاء كلفة استثماره.
وفي هذا السياق فإن ناشطين بيئيين وشتى الفاعلين المدنيين في متليلي وورقلة وإليزي قد شرعوا في التصدي لقرار الحكومة المتعسف، وقالوا في بيان مفتوح للتوقيعات إن السماح بمرور مشروع استغلال الغاز الصخري في الجنوب يعني القضاء على الفلاحة ومصادر الماء. وقال الباحث في جامعة غردايا مانو رضوان: المثير في هذا الأمر هو أن السلطات لم تستشر أحدا وقررت وكأن صحة وسلامة السكان وموارد الماء لا تعنيهم. وأضاف ناشط آخر من ورقلة: نحن نعمل منذ أكثر من أسبوع على جمع التوقيعات لرفض هذا المشروع، وسيكون لنا شأن آخر في حالة إقراره. ما يقرب من 18,000 سجين سياسي اعتقلوا خلال أزمة التسعينيات، وتم الزج بهم إلى محتشدات الصحراء دون تهمة أو محاكمة لمجرد انتمائهم أو تعاطفهم مع الجبهة الإسلامية للإنقاذ، الحزب الفائز في انتخابات ديسمبر 91 المجهضة. لا زالوا ينتظرون الرد على مطالبهم قبل الخروج في احتجاج في العاصمة خلال 10 أيام القادمة تزامنا مع المشاورات حول الدستور، ويهددون عبر تنسيقيتهم باللجوء إلى المحاكم الدولية إن لم يستجب لمطالبهم التي ينتظرون ردا عليها منذ 2000، رغم توسطهم بشخصيات مرموقة راحلة واللجنة الوطنية الاستشارية لترقية وحماية حقوق الإنسان. وأحصت التنسيقية 38 وفاة بين معتقل الصحراء مؤخرا جراء أمراض مستعصية كالسرطان نجمت عن إشعاعات نووية مخلفين يتامى وثكالى بلا عائل. وتساءلت التنسيقية عن سبب هذا التجاهل مع أنهم أيضا ضحايا المأساة الوطنية، وفي حين يرتفع اللغط في هذه الفترة عن إمكان إدراج بند المصالحة الوطنية في الدستور المعدل الجديد، يرى معتقل الصحراء أنها مصالحة لن تكتمل إلا بالمصالحة معهم وتعويضهم عن جميع الأضرار المادية والمعنوية حسب قولهم. وفي موضوع متصل بالأجهزة التي تسببت في هذه المأساة عقب انقلاب يناير 92 900 و1000، علم من مصادر مطلعة أن الجنرال خرفي المدعو أحمد الرئيس السابق لمديرية الأمن الداخلي التي تحولت إلى مصلحة المخابرات والأمن قد استدعي من طرف رئاسة الجمهورية 2 بعد إبعاده عن منصبه السابق للتعاون عن قرب مع وزير الدولة مدير ديوان رئاسة الجمهورية أحمد أويحيى المكلف بتسيير عملية تعديل الدستور.